كتير اكسبنسيف. هذا ايش راح نسوي له قبل العمليه؟ بالعمليه قبل العمليه قبل سريع ترى اول شيء طبعا انفستيجيشن وكومبليت بلاد كاونت وكامل هذا نسوي، بس قبل نسوي سكن تراكشن على مود شوي نسحب الشيزمة على مود لحد ما نهضر الاوبريشن. صح صح زين اوكي. نحضر له بلاد لو ما نحضر له؟ اكيد دكتور. نحضر له بلاد مو تمام؟ ايه نعم دكتور. الاوبريشن ايش تتوقع راح نخلي له؟ شنو الاوبشنز مال فيكسيشن مالنا؟ دكتور انترا موديلينيال وذ لوكينج اوف سكرول. هو 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 نوع من انواع النيل بس ما يسموه انترا ميدلر نيل، بيفد نوع خاص اسم خاص لوكينج سكرو اي لوكينج هو بي لوكينج بس لا بيفد اسم خاص. من يعرف اسمه؟ صابرين صابرين ويانا صابرين موجودة بهذا السيشن لو لا؟ طلعت لا زين. دكتور ما أسامة موجودة. أسامة نعم دكتور. أسامة شنو اسمه هذا التايب اوف فيكسيشن اللي ثبت به هذا الكسر انت تروك انت دكتور بروكسيمال فيمورال نيل. بالضبط اسمه بروكسيمال فيمورال نيل سكر لا تنسى بروكسيمال فيمورال نيل. تمام دكتور لا تنسى لي هذا زين. فهذا البروكسيمال فيمورال نيل تخلوه بالهذا هذا هو البروكسيمال فيمورال نيل. تشوف شلون الشكل ماله؟ تمام دكتور. من الجريتر تروكنتر وبيسكرو يروح على الهيد وبيسكرو جوا ما طالع بالصوره زين. زين ايش هي الكومبليكيشن مال هذا الفراكشر اسامه؟ شنو الكومبليكيشن مال هذا الفراكشر دكتور؟ نيرف انجري ممكن. يعني شوفوا من واحد يسألكم هيك السؤال بالامتحان دائما قولوا له اكو early complication واكو late complication. دائما انتم قسموا جوابكم حتى اللي قدامكم يعرف انتم فاهمين الموضوع. قولوا له دكتور اكو early complication واكو late complication. زين هسه اذا اقول لك ال early complication شنو؟ أسامة عفوا دكتور بس هي السؤال النت كان قطع. قول شنو الـ early complication؟ هو أول شيء neurovascular injury غير إيه شنو neurovascular injury؟ يعني ممكن femoral artery أول شيء femoral artery صعبة يعني ما سامعين كسر مثل هذا يصير femoral artery injury. بس اكو برانجز ماسكولار برانج اكو ممكن يعني زين السيركونفليكس ارتري ممكن ما يخالف. يعني شو يسموها هاي الكومبليكيشن؟ يسموها بليدنج مو تمام؟ بليدنج نعم دكتور بليدنج. بعد نيرف انجري نيرف انجري يعني ممكن دورينج فيكسيشن ممكن يصير زين شياتك نيرف انجري ممكن. بعد اوكي يعني باسكولار نيورولوجيكال. بعد انفكشن ممكن يصير لو ما ممكن اذا كان كومباوند فراكتشر حتى اذا كلوزد اذا المريض اميونو كومبرومايز ممكن يصير انفكشن ممكن يصير انفكشن. ف يعني infection اكو complication بها infection bleeding vascular injury neurologic injury. اوكي بعد skin مثلا bed sore ما تمام؟ تمام دكتور تمام. DVT دائما لا تنسون DVT يعني ممكن يصيرون. فهاي ال early complication. ال late complication شنو زهراء؟ زهراء سلمان اي دكتور شنو ال late complication مال هذا دكتور؟ يعني implant failure صح ايه. شو تقصدين بالimplant failure؟ يعني failure بالfixation يصير يعني مثلا penetrating or broken.
زين اوكي بعد مالونيون اوكي مالونيون صح او مالون او نون يونيون نون يونيون صح اكسلنت. اذا هذه معظم الليت كومبليكيشن اللي ممكن تصير عندنا نتيجه هذا الفراكشر. اوكي زين احنا تجنبا للدي في تي ايش ننطي للمريض بعد العمليه؟ خاف لا يصير عنده دي في تي ايش ننطي له بعد العمليه؟ ايش نكتب له بعد الدراج دكتور؟ يعني early immobilization. لا early mobilization قصدي مو immobilization early mobilization. اي early mobilization mobilization. وشنو الدراجز هم تساعدنا انتي كوغولانت حتى تمنع التخثر؟ اسبرين. اي اسبرين لا فتشي انجكشن هيبارين. هيبارين عافيه هيبارين. اكو نوع خاص جديد من الهيبارين اللي هو مولكيولار ويت هيبارين اللي هو الكليبسان 4000 يونت ما تمام. هذا ينعطي سبكوتانيوس سبكوتانيوس ينعطي هذا الكليبسان او الهيبارين يمنع الانتيكوغليشن خاف من الدي في تي. اوكي زهراء اكو سؤال فتشي عن هذا الموضوع الانتروكانتريك او البيرتروكانتريك؟ شباب اكو سؤال عن هذا الموضوع؟ سكر اكو سؤال؟ اكو سؤال واضح؟ زين زين خلينا ننتقل للموضوع اللي بعده. هاي الموضوع اللي بعده طبعا هسه قبل ما نروح على الموضوع اللي بعده انتوا البارحه اخذتوا سيشن. خلينا نشوف عمر. عمر خالد دكتور. عمر خالد اسمعني تمام اسمع. هذا المريض إلدر اللي عمره 72 سنه فول اون ذا جراوند رجع الطوارئ عند الليفت سايد ليك بين تندرنس immobilized يعني limitation of movement okay externally rotated then he prevent any movement. So can you describe this x-ray of the hip joint AP view x-ray of the pelvis احنا الاحسن من نوصف نقول x-ray of the pelvis okay showing the both upper femurs okay تمام شوف fracture of the neck of fracture neck of femur. إيه وين the fracture right side left side left side the left side left side fracture neck of femur صح عافية عليك. هذا ولو مو كلش واضح بس أكو fracture فعلا أكو فد radiolucent line زين والفيمور النك تبين collapsed وكلينيكلي همين تمشي ويا الفيمور النك فراكتشر. اوكي هسه هذا عرفنا عنده فيمور النك فراكتشر ايش راح نسوي نيكست ستيب؟ اتراكشن اول okay. ما يجي للمستشفى اتراكشن نسوي له اوكي عافيه عليك. ايش قد نخلي له ويت سكن اتراكشن؟ 20 خلي له 20 كيلو تملص رجله تنفصل رجله عن خمسة يمكن لا 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 هو اكو فد معادله يعني 1 على 10 من الويت 1 على 10 تمام من الويت ما اكسبت بشرط انه لا تتجاوز ال 5 الى 6 كيلوات تعرف شلون؟ تمام يعني اذا وزنه 50 60 كيلو خليله 5 كيلوات او 6 كيلوات، اذا وزنه 70 80 هم يعني خليله 5 6 ما خليله 8 كيلوات، يعني يصير كلش يصير تراكشن على النيرف وعلى السكين. زين؟ اوكي هسه عرفتوها السكين تراكشن ايش قد تخلون ويت؟ 1 على 10 يعني 10 اوكي من البودي ويت. اكتبوها يمكم هاي. زين خليت السكين تراكشن، شنو مشاكل السكين تراكشن؟ بما انه حتى دخلت نفسك بالسكن انتراكشن هو ال
البلستر مال السكن، عفية عليك، بلستر مال السكن و ال artery مرات يعمل له compression artery nerve ايش يصير به؟ compression يصير pressure. لا ما compression، ما compression، احنا عندنا traction. فتراكشن انجري يسموه، تراكشن انجري يعني مثل ما تمسك النيرف وتمطه مط، ما تمام؟ ايه اوكي. فاسكولار عادة كومبرومايز يصير بنوع خاص من التراكشن، اذا سامعين باسمه اسمه ال هذا الهانجينج تراكشن، زين، مال الاطفال بالبيدياتريك. يعني نمسك التراكشن بايلاترال فيمر الطفل ونعلقه من فوق، فهذا يصير كومبرومايز مال الفاسكولار. بعد فاحنا شنو واجبك انت كمقيم بالردها ومريض عنده سكن تراكشن؟ المونيتور، المونيتور مالك اي شغله، يعني ايش راح تفحص اذا واحد عنده سكن تراكشن؟ ايش راح تفحص؟ انت قلت بلستر، غير نفحص السكن، نشوف السكن، باو على السكن، مو تمام؟ اذا اكو بلستر اول عند الدكتور نفحص السكن، نفحص اي شيء، اي تطور يصير. عافيه. وبعد خاصه اذا مريض دايابيتك يعني بي كيرفول، لانه ممكن يصير انجري وما يحس المريض، هاي واحد. اثنين نفحص الديستال بالس، ما تمام؟ وثالث شيء نفحص النيورولوجي، نقول له حركة عصبية، اكو عندك نمنس، باراستيزيا، هاي الشغلات المهمة. ايه تفحصها. اوكي؟ باي ذا واي هكذا في السؤال يعني ما له علاقة بالكسور، ذكرتونه هسه بامتحان الاستاجر اللي صف سادس بلجنة الجراحة الاورال. ففتوا على اللجنة قاعد الدكتور هشام الاطرقشي وهشام القطان وعبد السلام المصري او البولية. تعرفوهم هذول كلتهم ها؟ كنت سامعين بهم يعني، ما اتصور درسوكم. نعم دكتور. اي فاشلون اللجنه هاي سكر؟ اشنو رايك بها؟ والله دكتور علاقتي دكتور عبد السلام المصري مو زينه. اي لا هي اللجنه يعني اقوى لجنه بالجراحه. والله دكتور هل إيه. المهم دكتور عبد السلام، فالمهم دخلت على اللجنه، اول سؤال كان عندنا دكتور اسمه هشام الاطرقشي، استاذ بروفيسور بالجراحه، فقدامه ساعه، قدامه ساعه من هاي المؤقته، شلون القديمه هاي الدائره اللي تخلي على المكتب ما بيها منبه، قدامه ساعه وداسها هيجي زين، حسب لي وقت. قال لي انت مقيم بالعنايه المركزه وعندك مريض عنده تريكيستومي، شلون تطيق تعمل له كير لهذا المريض؟ مريض عنده تريكيستومي. هذا السؤال باي ذا واي ما له علاقه بالكسور، بس خلي شوي نطلع من الكسور. من يطيق يجاوبني؟ دكتور يعني نسوي سكشن للسكريشن؟ ايه عافيه، اكسلنت. يعني احنا الجوب مالنا اشنو؟ مينتنس مال اير واي، مونيتور. مينتنس مال اير واي. هو التريكيستومي مش اكبر مشكله بيها، هي الكلوجر بلوكج يصير بيها من السكريشن. فاحنا ايش نعمل؟ فهو ايش قال لي بالضبط؟ قال لي ايش يعني ايش تخلي في جهاز يم المريض؟ ايش تخلي؟ قلت له سكر. قال لي ايش تخلي سكر؟ قلت له حتى اعمل سكشن للايش؟ للاسبريشن، anything block the التريكيستومي. مضبوط. وبعد ايش اكو مشاكل بعد التريكيستومي؟ prevent slippage. ايه prevent slippage، بعد يصير infection لو ما يصير infection pneumonia aspiration pneumonia. ما تمام، infection و slippage و pneumonia. فنشيك الاير انتري دائما bilateral، نشيك الفانكشن ماله. اوكي يعني هذا سؤالك ذكرتونه باي ذا واي، خفت نسألون بينه. زين هسه هذا فيمورال نيك فراكتشر، اوكي اكسلنت.
نعرف شلون حظوا العملية، قلنا نخلي skin traction، بعدين حضرنا له العملية، حضرنا له 2 pint blood وعطينا له analgesia وعطينا له preoperative antibiotic ونزلنا له على العمليات. ايش راح نعمل له عملية برأيكم؟ هذا مريض عمره 75 سنة. fixation replacement خلي يلا خلي خلي يعني خلي نقول سكر ايش نخلي له هذا توتال هيب ريبليسمنت 75 سنه مال اوستيوبوروسيس ريسك اوف اوستيوبوروسيس ايه زين صابرين رجعت عم دكتور موجوده ايش نخلي له هذا فيكسيشن دكتور هو بما انه elderly ما اعتقد نسوي ريبليسمنت ما نسوي فيكسيشن اها اوكي من يقول نخلي فيكسيشن أنا دكتور ليش نخلي له فيكسيشن and by what دكتور هو دكتور بيها يعني dynamic hip screw ممكن ممكن تكون L plate أو proximal femoral nail دكتور هو الفيمورال خلي أقول لكم فت قاعدة تعتمدون عليها بالجواب أولا إذا المريض elderly يعني فوق ال 65 سنة وعنده ريسك مال osteoporosis وعنده osteoarthritis بالاستابيوم ده يدخلوا على استابيوم كلاسيك لوروتيك فهذا ما تتخيل فيكسيشن ليش من تخيل فيكسيشن ما يروح البين البين لانه ببساطه راح يكون من الاو اي مال الهيب ما من الفراكشر فبالخارج وشعوا انه افضل شيء نعمل له ايرلي ارثروبلاستي يعني راسا نشيل الفيمورال هيد ونيك ونعمل له ايرلي ارثروبلاستي نخلصه من تو سيرجري حتى لا المريض نعمل له فيكسيشن وبعد سنه سنتين نعرضه الريسك اوف انستيزيا مره ثانيه ما تمام ونعمل له انذر اوبريشن اوكي هاي بالاردلي باليانج تحت ال 60 65 سنه لا نعمل له فيكسيشن زين النك فيمر النك فيمر بينه قسمين بينه اكسترا ارتيكولار وبينه انترا ارتيكولار ما تمام اكسترا كابسولار عفوا اكسترا كابسولار وانترا كابسولار اذا اكسترا كابسولار بيش نثبت بالدايناميك فيكسيشن اي دايناميك هيب سكرو واذا انترا كابسولار بيش نثبت دكتور حسب العمق ما قلت لك هسه احنا اتفقنا انه هذا يانج راح نثبته ثبته اكسترا بقى التثبيت يعتمد على اوتو اوبشن هل هو انترا كابسولار او اكسترا كابسولار مثل هذا يعني نطيق نعتبره مثلا اكسترا كابسولار نطيق نثبته بدي اتش اس دايناميك هيب سكرو نطيق نثبته بعد اذر ثينك بيش نثبت النك فيمر احنا بالمحاضره ما كنا ختمها كان ليش كورزمال فيمر ثري سكرو اندر فلوروسكوب كنترول ايه ايه ثري سكرو نطيق نثبته بثري سكرو صح قولوا ثري سكرو لا تخافون زين هاي الاشعه بوست اوب ايش عملنا له وين زهراء هشام نعم دكتور ايه ايش عملنا لهذا المريض دكتور هذا partial hip replacement ايه عافيه partial hip replacement ايش نوع خاص من احنا البارشل نعرف بين انواع هذا ايش يسمونه ما اعرف دكتور بالبارشي بالمحاضرة ما مكتوب عندكم الأوستن مور وعندكم الباي بولر باي بولر باي بولر عندكم أوستن مور وباي بولر الأوستن مور أشنو فرقه عن الباي بولر هذاك بالأوستن مور بالباي بولر ايه. مغير السايز مال هيد ايه هاي وحدة واثنين الأوستن مور بفتحات بالستيم الستيم ماله مفتوح يعني بفتحات كبيره مبينه بالاشعه هذا ما بي ما تمام هسه الاحسن نخلي يعني اذا ينطوكم تو اوبشن دكتور مثنى ودكتور علي بالامتحان يسالوكم شو نخلي احسن اوستومور لو باي بولر ايش راح تقولون زهراء باي بولر جوابي باي بولر باي بولر ما تمام زين هاي ايش نهايه اللي بغى كليبس شورت كليبس ايه كليبسات بالضبط هذا المريض مريضي كان اشتغلتونه قبل يمكن راح يصير سنة
يعني هو elderly تمام، بس يعني هي fit، يعني ما عنده comorbidities، زين و thin patient. يعني كان ثاني يوم بدأ يمشي، ثاني يوم بدأ يمشي على الكاز، كانت أموره مريحة. أوكي هسه خلصنا الانتروكانتريك والنك فيمر، هسه نجي على فراكتشر اللي بعده اللي هو هذا. زين خلف. نعم دكتور. يلا can you describe this x-ray؟ to x-ray for right femur short transverse fracture in the middle shaft okay. of the femur. هيك صح. زين بعد إذا تصير شاطر بعد تقل لي فتكم معلومة اللغة، مثلا displaced not displaced. Displaced fracture. Severely displaced. بالضبط displaced fracture. زين هاي الـ AP هاي اللاترال ماله. زين أش نعمل له هذا؟ زين برأيك أولا هذا المريض أش تحضر له before the operation؟ for blood. ليش ايش قد تتوقع يخسر blood loss هذا الكسر دكتور؟ هو يكون قريب من الفيمورال artery فاكيد نحضر هواي blood. يعني ايش قد تتوقع يخسر يعني blood loss يصير عندهم هذول المرضى من المحاضره ما مذكوره هاي؟ لا والله دكتور. يعني 3 الى 4 بوينت يعني ممكن يصير عنده لوس 1500 الى 2000 سي سي بلاد لوس ممكن يصير عنده، فلازم نحضر له في 3 بوينت تحضر له. اوكي حضرت له قبل انت بالطوارئ، ايش راح تسوي لهذا المريض دكتور؟ اهم شيء نسوي اكزام للديستال بالس يعني الفاسكولار اكزامينيشن، لان الديسبليت اسوشيتد وذ هاي ريت. اوكي زين بعد نحضر العمليه، نحاول نسوي له فيكسيشن تمبوري فيكسيشن. اسالك سؤال، يعني هسه انت قلت نفحص النيورو فاسكولار، ايش تفحص النيورولوجيكلي؟ الشياتك نيرف. الشياتك نيرف ايش ممكن يعني يصير عنده مريض اذا شياتك نيرف انجري؟ الدروب فود. يعني الشغله الاهم من الشياتك نيرف، يعني احنا الاخطر انت عاد تشوف السبايك مال بونه شلون سبايك قويه شلون حاده شارب مو تمام. اي ايش نخاف من اكو فد شغله تنملخ بهذا الشارب ايج؟ انت قلت نيورو دكتور البالس فاسكولار. نفحص البالس صح. يعني خليني احكي لكم عن غير مريض تقريبا نفس الكسر، عنده سيفير بين بالساي، سيفير بين، هو هذا الفراكتشر يعمل سيفير بين صح، بس بنفس الوقت شو عنده سويلنج بالساي، هيوج سويلنج. ف الديستال بالس نيجاتيف، شو راح نسوي له دكتور؟ اول شيء كومبير ويا الاذر سايد، خاف البيشنت مشوك اصلا. ايه عافيه حلو زين. البيشنت مشوك اوكي لا خلينا نمشي وياك وحده وحده. اذا البيشنت ان شوك يعني ايش تقصد؟ يا نوع من انواع الشوك؟ هايبو فوليميك شوك. ما اعرف لا تسالني جاوب. هايبوفوليميك شوك صح. اوكي من البلاد لوس تتوقع يصير هايبوفوليميك شوك، ايش راح يصير انت بالمونيتورينج؟ عندك مونيتور بقياسات بالس بلاد بريشر اس بي او 2، ايش تتوقع؟ ايش راح يصير؟ خلي اقول لك انه البلس مالته كان 130 اوكي، بلاد بريشر مالته كان 11 اوفر 8 اوكي، كل اكستريميتي
فاحنا قلنا هذا شوك من بلود لوس، اوكي ديستال بالس ما نقدر نحسه، عوضنا له بلود، اعطيناه بلود واعطيناه فلويد، ستيل ذا سيم، وبالعكس صار اكسباندينج هيماتوما بالثاي، الثاي مالته مور سوالينج. Still you are thinking of shock or other thing. خلاص يعني احنا هسه يعني انا قشرت لك اياها، يعني هسه اقول لك اكو واحد ما تمام، يعني اود اقول لك واحد عنده expanding hematoma بالثاي، يعني ايش معناتها؟ يعني artery مالته injured صح؟ عندك artery injured. هذا ببساطة عندك كان الفيمورال أرتري مضروب، فيمورال أرتري مضروب خلال هاف أور، كل هالساينس والسيمتومز ما شوك أنا شفتها إلى حد ما صار هايبوتنشن، وبعدين طبعا طبيب الفاسكولر كان ما موجود، وأتذكر كان بوقت 2006 و7 كل هالطرق مسدودة، ويعني مهم هذا المريض اخر شيء صار عنده كونفيوجن، حتى كونفيوجن فات كونفيوجن، واخر شيء على ما جاء طبيب فاسكولار دخلناه العمليات مريض ديد اون تيبل، ديد اون تيبل بسبب فاسكولار انجري كلش بسيط، لو كنا فتحنا ووقفنا بس كان ما يصير شيء. زين فلا تستهينون بشغلات سمبل، لا تستهينون بالفايتال ساينس، فيتال ساينس كلش مهمة. اوكي خلف زين ديستال بالس، اوكي هذا بوزيتيف ما نيجاتيف الحمد لله. شو راح نسوي له بالطوارئ؟ نحاول نسوي له فيكسيشن، اكسترنال فيكسيشن حتى ما يصير انجري لان لا هذا كلوزد فراكتشر، ليش اسوي له اكسترنال؟ هذا دكتور تمبرالي اقصد يعني بالسكن تراكشن او سكن تراكشن. اي سكن تراكشن صح، بس لا تقول اكسترنال فيكسيشن. نعم تمام دكتور. فهسه سكن تراكشن احنا وضحنا اشنو اللي تخلي سكن تراكشن، اشنو الويت ما تمام اللي تخلي سكن تراكشن. زين خلينا له سكن تراكشن، حضرنا له بلايد، هسه النكست ستيب هو الاوبريشن. ايش راح تسوي له تايب اوف فيكسيشن؟ بليت السكرو او انتراميدولاري نيل. عفوا عليك، يا اما نستخدم بليت ان سكرو يا اما انتراميدولاري نيل. تعرف شنو اسمه الانتراميدولاري نيل؟ نوع خاص من الانتراميدولاري نيل دكتور، لوك انتراميدولاري نيل. اي لوكينج نيل، لوكينج نيل. اوكي هذا فعلا هو الشيء اللي سويناه. زين عدنان محمد. نعم دكتور. Can you describe this X-ray please? Plain X-ray showing the lower limb fixed with locked intramedullary nerve for fixation of femoral shaft fracture, segmental fracture. Okay. يعني fixed by what? Locked intramedullary. Locked intramedullary. يعني كم سكرو بي؟ Three screws. Three screws. جوا أكو سكرو الأخ بس ما مبين. زين بس هسه 3 سكروز. اوكي انت راضي عن الالاينمنت مالته هذا؟ لا هذا ديليد يونيون او نون يونيون يعني. لا هذا اكيوت فراكتشر، اكيوت فراكتشر يعني لا يعني لا تخربط نفسك، هذا اكيوت فراكتشر. زين ما عندي وحده بعد الـ بعد الهيلينج ولا كان اشوفكم اياها.
زين اوكي، هذا النيل، هذا السؤال يعني كلش متوقع بامتحان. هذا النيل المريض يسألك دكتور شو وقت اشيله؟ three months ما قليلة 3 months. خلي أنطيكم إياها من الأخير، ما أعرف مكتوبة المحاضرة ما مكتوبة، إنه هذا ينشال بعد سنتين، إيه بعد سنتين ثلاثة ينشال، زين ما ينشال موقت، إنه كو هاي ريسك ما ريفراكتشر. أوكي أوكي أوكي، يعني هاي خلوها بالكم. ممكن other method of fixation هي plate and screw. ما أعرف عندي الصورة مال plate and screw لو ما عندي. يصير بليت اند سكرو بالميتشارت بس طبعا يصير. شوفوا هاي الصوره مال فيمورال نيك فراكتشر، هاي الكيس اللي قبل شويه مو قلت لكم نثبتها بسكروات، هاي السكروات مال فيمورال نيك، زين 3 سكروز. سكر انتبهت على هاي الصوره؟ نعم دكتورة. شوف السكروات هاي يسموها كانيوليتد سكرو، بها واشرات. خاف يقول لكم اشنو هاي، مثنى وعلي، دكتور مثنى وعلي، يقول فقول لهم هاي واشرات. تشوفوا الواشرات حول السكروات. خوش اوكي زين. شنو الكومبليكيشن؟ نرجع على عدنان، شنو الكومبليكيشن مال هذا النيل اللي خليناه؟ نفسه يعني مو؟ ايه شنو الكومبليكيشن؟ الـ early complications neurovascular damage. اوكي. الـ late restricted movement stiffness. اوكي. بعد ما اعرف كلكم ما حافظين الكومبليكيشن، ما اعرف ليش. كومبليكيشن يعني سهلة، يعني كل الفراكشرات تنقال سوا. يعني early complication و late complication. early complication قلنا bleeding, neurovascular injury, infection, DVT, bed sore. هاي complication غير. زين late complication شنو؟ late infection ممكن تصير late. بعد malunion, non-union, delay union. ما تمام؟ implant failure, loosening, mal implant. هاي complication. ما تمام؟ يعني موجوده سكر بالمحاضرات لو ما موجوده كومبليكيشن؟ نعم دكتور موجوده. شلون موجوده يعني؟ ليش بس احفظوها يعني؟ ما سهله early complication late complication. هذا السؤال سهل يجاوب يعني، ما يراه للشيء. زين هسه هذا الشافت فيمر شرحنا، نيك فيمر، انترتروك انترك فيمر، شافت فيمر، الديستال فيمر. طبعا اكو هوايه يعني اشعاعات، يعني هسه اذا اشوفكم هسه مثلا هذا الفراكتشر هيجي، هذا شو يسموه الفراكتشر هذا؟ سكر. نعم دكتور. شو يسموه هذا الفراكتشر؟ ترات كوميونيتد. ايه عافيه، اقول كوميونيتد انتر تروكنتريك فراكتشر. اوكي هذا شنو هذا الامبلانت؟ طيبة عبد المحسن. نعم دكتور. شنو هذا الامبلانت؟ شو يسموه؟ هذا total hip replacement. ايه partial لو لو complete. زين partial. شنو نوع البارشيل؟ bipolar. عفية عليك bipolar. زين هذا شو يسموه؟ هو نفسه دكتور. هو نفسه فعلا، هذا هو نفسه بس مع غير مريض يعني. زين بالتوتال هب طيبة، ايش عندنا complication نخاف من عندها؟ specific complication فكري بيها هسه راح ارجع لكم.
طيب ايش نوع الكومبليكيشن سبيسيفيك لهذا الباي بولر اللي احنا نخاف من عنده بالتوتال هيب، يعني بصوره عامه ما بس بالباي بولر؟ احنا قلنا دائما الايرلي كومبليكيشن والليت كومبليكيشن، بس احنا بالتوتال هيب نخاف المريض نقول له دير بالك لا تطبق رجليك وحدي على الاخ ولا تعمل انترنال روتيشن. ليش نخاف من ايش؟ ديسلوكيشن او لوزنج ديسلوكيشن. عافيه. منو ساعدك قللك اياها؟ لو هي كانت ببالك ديسلوكيشن بالي دار ببالك. يلا خلينا ان شاء الله. يعني ديسلوكيشن احنا كثير نخاف من الديسلوكيشن، من نعمل فليكشن وانترنال روتيشن والثاي راس نصير ديسلوكيشن. عافيه. زين هذا شنو؟ هذا شنو؟ أحمد. أحمد هذا مريض كان عنده توتال هيب، وقع وانكسر الستيم تحت الهيب، فهذا إيش يسمونه؟ أحمد معنا موجود؟ أحمد حمزة؟ أحمد محمد وعد الله موجود؟ ليش عجب هو عادة يحضر محمد وعد الله انفصل عند النت. ما يخالف محمد وعد الله. دكتور نعم. زهراء وصابرين يعني فصل يمهم النت. اي خليه يرجعون، ما عندهم نت هم شكلهم. فصل يمهم ما عندهم نت. زهراء يا منهم يا زهراء؟ زهراء سلمان. زهراء سلمان. ايه ما مشكلة، زهراء سلمان وصابرين. زين زين محمد وعد الله. نعم دكتور. هذا شو يسموه هذا الامبلانت؟ الامبلانت دكتور باي بولر دكتور. هذا لا ما باي بولر، يعني هاي ما مقبولة. يعني هسه لو تقول لي غير شيء اقول لك ايه، بس لا تقول لي باي بولر. ترو انت رمي. هذا يختلف عن ايه؟ يختلف عن الباي بولر. دكتور يو عندك توتال هيب ريبليسمنت. ايه توتال هيب، هذا مو بارشل. حتى تقول لي باي بولر، ماذا تشوف الاستابيلوم؟ هاي الاستابيلوم ايش كبراتها؟ خلي لها فتشيل ايش كبراتها؟ بها براغي مو تمام؟ نعم دكتور. واضحه، يعني هذا توتال هيب بس نوع خاص. ليش نوع خاص؟ الستيم ماله مال فيه مارش كبراته ايش قد طويل؟ هذا لونج ستيم يسموه، نوع خاص يسموه لونج ستيم على مود الستابيليتي. زين الديستال فيمر فراكتشر حكينا عليه السيشن اللي فات مو تمام؟ دقيقه علي هسه اذكركم به. ديستال فيمر فراكتشر اللي هو كان هذا الكيس. تذكروا له؟ لا ما شرحنا عليه. شرحنا عليه هذا؟ لا دكتور شرحنا، ما شرحنا على السوبرانديل اوف ذا فيمر، شرحنا على اللور تير. اي بالضبط، هذا ديستال فيمر او تقدر تقول سوبرا كوندايلر فيمر. زين من وصلنا هسه؟ ساره. ساره كان يو ديسكرايب ذس اكس راي؟ نعم دكتور. اكس راي اوف ذا فيمر ليبل شو سوبراكوندال فراكتشر اوف ذا فيمر الفراكتشر ديسبليسد. اوكي عافيه. انتيريال ولاترال فيو. اوكي عافية. مع الديسبليس كومنيوتد لو ما كومنيوتد؟ بلي دكتور كومنيوتد، يعني صاير 3 بيسز مو 3 بيسز 4 بيسز. بلي دكتور. عافية عليك. هاي السي تي سكان ماله. زين هاي البوست اوبراتيف اكس راي. هاي اشنو كان يو كومنت اون ذيس اكس راي؟ الدكتور هنا اكو ايرور السكرو الجوي يعني طالع يعني من الحافه يعني مال العظم. وين هذا؟ هنا؟
لا دكتور بهاي الصورة الأخرى. هاي؟ لا اليمها دكتور يعني. طب اختينا احسن شو ياهو اي دكتور هاي هاي اي دكتور هاي يعني اي وين طالع؟ لا لا هذول ما طالعين، هذول ما طالعين هذول، بس هو الفيو بالنسبة لكم ما كلش واضحة يعني. على العموم انا ما دا اطالبكم يعني، بس دا اقول لك شنو نوع الفيكسيشن. الدكتور بليت اند سكرو، بليت اند سكرو. زين هي المريضة دايابيتك هاي كانت، ايش الكومبليكيشن تتوقعين لها ما ذس فراكتشر اللي احنا نخاف من عنده كلش؟ دكتور انفكشن. ايه عافيه كلش نخاف من الانفكشن. ليش جماعه الدايابيتس مليتس شو يصير عندهم؟ شلون يكونون يعني الاميونيتي مالهم قليله كلش. ايه اميونو كومبرومايزد، فاحنا نخاف من الانفكشن. زين عافيه عليك. اوكي هذا مثال على السوبرا كوندايلر يعتبر، او الدستل فيمر او سوبرا كوندايلر فراكشر. زين هسه انت راضي عن الفيكسيشن لو ما راضي عن الفيكسيشن؟ بلي دكتور يعني ساتيسفايد. يس اوكي اوكي يعني رجع مو تمام. شلون كان هو كان هيك؟ اي دكتور اوكي. هاي البليتات اللي استخدمناها، هاي يسموها تيتانيوم بليت، ها لوكينج بليت، لوكينج بليت. سكر سامعين بيها لاي اللوكينج بليت؟ اي نعم دكتور. الدكتور علي بوقت جابها للكل، جاب لنا نماذج. هاي يسموها لوكينج بليت، هاي السيتات استخدمناها. زين لوكينج بليت اند سكرو. طبعا كل مكان بالجسم بيب عليه بليتات خاصه، يعني مثلا هاي بليتات مال ديستال فيمر شكل مالها، زين اناتوميكال. هاي البليتات يسموها ستريت بليت مال شافت فيمر، ما هذا الكيس اللي حكينا عليه قبل شويه، الفيمر فراكتشر شافت فيمر. كان ممكن نخيله ستريت بليت مثل هذولا. زين نثبته بستريت بليت، واضحه مو؟ زين قبل ما نروح على الانكل فراكتشر خلينا نكمل هنا. هسه احنا الفيمر خلصناه، الفيمر فراكتشر، بس خلينا نشوف هاي الاكس، هاي الصوره هسه قبل ما نروح. هاي فتشين نوع تنويع. زين هسه وصلنا يونس. يونس كان يو ديسكرايب ذس اكس ذس بيكتشر بليز؟ نعم دكتور. يونس هذا الطفل، هذا الطفل عنده عمره سنتين ونص. ايه عمره سنتين ونص، شنو هاي الحاله؟ دكتور كلاب فود. كلاب فود، تعرف الاسم العلمي مالها؟ هذا السؤال دكتور هو يعني كلش متوقع بالامتحان تنسألوه. تالي بس كويفانس، تالي باس إكوانو بارس، مضبوط. زين هسا خلينا نسوي فد جروب ديسكشن. هسا مثلا سكر وأسامة وزهراء، سكر وأسامة وزهراء، أريدكم أنتوا تسألون يونس إيش عندكم أسئلة عن هذا الموضوع. أول شيء نبدأ بسكر. سكر أنت تقدر تسأل يونس عن هذا الموضوع، إيش تسأله؟ اللي يجوا الريس فاكتور ليش يعني صار عنده؟ يعني سؤالك شنو؟ صغر السؤال. دكتور ماكو سؤال ببالي والله الصراحة. يعني أنت يا يونس هسه أنتم ممتحنين سكر وأسامة وزهراء، راح تسألون يونس، يونس جاي يمكم بالامتحان، شو راح تسألوا عن هاي الحالة؟ هاي في الطريقة مال discussion ومال teaching يعني حلوة، انتو اثنينكم تستفادون منها. ما عندك سؤال؟ زين نشوف أسامة شو راح يسأل يونس عن هذا الموضوع. أسامة الدكتور ممكن عن treatment تريتمنت. زين اسال يونس شو تقول له؟
How you treat this case? زين يونس سمعت السؤال. I'm doctor treated by yeah. serial cast manipulation and serial cast. إيه صح. بعد كمل continue. شنو الكاست؟ كل كاست يعني أسبوع ويتبدل يعني. أنا ما أعرف شنو الكاست. أنا بالنسبة لي أريدك تعلمني شلون أسوي كاست لي وين. Above the knee. Above the knee. The entire the foot. إيه عافية above the knee. كم كاست نسوي عادة؟ Five. شن نريد نعدل الديفورميتي كلها مو تمام واحدة باي one by one step by step صح؟ زين تمام أنا شو تعيدك زين خلينا نشوف زهرة. زهرة إيش راح تسألي بعد عن هذا الكيس؟ دكتور يعني follow up شلون نسوي؟ سألت يعني سألي زين يونس سمعت السؤال شلون نسوي follow up لهذا الكيس يعني المريض سويت له كاست شلون نسوي فولو اب دكتور هو بالاكس راي ويعني نقدر مثلا احنا نشوف الديفورميتي اذا مثلا تعدلت او لا هي الاكس راي ما كثير تفيد بس احنا كلينيكلي نستفاد كلينيكلي احنا نشوف الديفورميتي تعدلت او لا شنو الديفورميتي اللي عنده هو هذا طالب سيكوينو فيروس شنو الديفورميتي انت تقول انا اريد اعدل الديفورميتي هو كلاب فوت شنو هو يس اي نو الديفورميتي شنو هي دكتور هو يعني رجله هيك مايله للجانب يس اي نو وات از يعني خلينا نقول ميديكال تيرمز يعني احنا ما قلنا إكواينوس هاي ديفورميتي لو ما ديفورميتي الليك انفيرتد صاير إكواينوس إيه عافية إكواينوس يعني شنو يعني لي جوا مو دورسيفليكس يعني بلانتر فليكس بلانتر فليكس إيه هاي إكواينوس وانفيرتد للداخل وفارس زين يعني مفترة كلها لي جوا عرفت شلون هاي هي اللي عندنا الاستشارات اللي عندنا زين هاي اكوانا وفارس كيفوس وفارس وانفيرشن هاي الشغلات اللي عندنا زين سكر سأل في السؤال وبعدين ما عرف تراجع بي سألك قال لك شنو اللي يقدر يسأل السؤال هو نفسه بس صغيرها بغير طريقة لا شنو الريسك فاكتور انت سألت يعني شنو الريسك فاكتور لهاي الكونديشن دكتور هو يعني كونجنتال ديوباتيك و associated with the genetic condition ايه مثل spina bifida عافية عليك دائما يصير بالoligohydramnios ايه عافية عليك بعد DDH وبالتوين همينة ايه عافية عليك فهذه هاي الريسك فاكتور هذا سؤال هم مهم زين يا يونس هسه هم خلصوا هاي اللجنة إيش قد تنطول يونس درجة من 10 سكر إيش قد تنطي دكتور يعتمد على جواب السؤال اللي راسه لي إيه اسأله عندك بعد سؤال خلينا نشوف اسأله عن هذا الموضوع موضوع مهم يونس يعني لك شورترينج اوف أخيليس تندون إذا هسه هذا عنده شنو السؤال مرة ثانية بالله عيده شنو يعني لك shorter of Achilles tendon شنو يعني لك هاي this case يعني خلي أقول لك ياها إنه هذا عنده Achilles tendon هل هو involved treatment مال club foot لو لا يعني يسوي له فد شيء دكتور هو راح يصير بي shortening هو على أغلب club foot نسوي له ستريتشنج ممكن يرجع مو ستريتشنج لا شو نسوي له نسوي له سيريال كاست يعني ايه اخر كاست وما رجع شو نسوي له دكتور يعني هو انقطع ونرجع ريمبلانتيشن
يلا تقول لي شو اسمها؟ ما اعرف تعرفها انت بس ما ادري. elongation يسموه elongation of tendon Achilles. elongation ما تمام؟ elongation of Achilles tendon. هاي بس قول لي اياها. elongation of Achilles tendon هاي نعرف احنا شو راح يصير. اوكي هسه سكر ايش قد تنطيل يونس؟ والله دكتور ممتاز جاوب والله زين. من 10 ايش قد تنطيل؟ تسعة؟ تسعة تقريبا أكثر. تسعة. أسامة إيش قد تنطي اليونس؟ دكتور صاحبي يونس أنطي 11 من 10. لا لا ما هاي صاحبي ما صاحبي هذا أنتوا مؤتمنين امتحان تعرف ليش؟ عندك البقية هم راح يمتحنون وهاي درجة وبعدين هاي ليش إحنا ما ندخل هاي الأمور بغض النظر خلينا نقول نشيل الصداقة على صفحة. يلا تسعة دكتور تسعة. تسعة زهرة ايش قد تنطي دكتور تسعة. تسعة يعني شوفوا احنا كلتنا متفقين انه هو انا بالنسبة لي ايش قد جاء انطي ثمانية ثمانية ونص صراحة. هو اوكي عنده نولج عنده معلومات ولكن بالامتحان دائما نطلب الميديكال تيرمز يعني ما نريد نحكي يعني من انا قلت له شو نسوي بالاكيليس تندن هو يعرف بس ما دا يعرف يقولها يعني يقول نعمل ستريتشنج. هو ستريتشنج صح بس احنا دائما انا متاكد مذكوره انه تعمل الونجيشن مال اكيليس تندن بالاخر كاست زين حتى يعني حتى يصير دورسيفليكشن. هاي باختصار دائما الجراحين او فرع الجراحه خلينا نقول ما اعرف بقيه الاختصاصات بس يعني يحبون المختصر المفيد يعني ما يحبون واحد يكتبه هواي بس يحبون شنو واحد يصل للبوينت يعني اذا يقول مثلا سوي elongation of Achilles tendon راح اقول له excellent روح خذ 10 ما اعطي 9 اعطي 10 مباشره زين. بس راح اسالك سؤال هسه انا يونس اذا جاوبت عليه انطيك فوق التسعة. شو يسموها هاي الطريقه امال كاستنج سيريال كاستنج بونسيني تكنيك شو اسمها هاي الطريقه بونسيتي تكنيك بونسيتي تكنيك اكسلنت. هاي جاوبت على السؤال اعطيك فوق التسعة. هذا السؤال صدقوني سأله دكتور مثنى هذاك الجروب اللي امتحان صف سادس وقسم ما عرفوا يجاوبون بونسيتي ولا عرفوا يقولون شنو اسم التكنيك زين ولا عرفوا شنو الديفورميتي وقسم عرفوا ولا قسم جاوبوا كامل وقسم لا والله ما عرفوا كل شيء زين. فهسه الكل استفاد بالدسكشن زين. هسه عجبتكم هاي الطريقه مفيدة. قول يا سهلا دكتور بس إذا تقدر تعيد لنا هذا السلايد لأنه فاصل النت هسه يلا يرجع يعني. إيه منو ويانا؟ زهراء سلمان. إيه زهراء سلمان إحنا سوينا جروب ديسكشن هسه سوينا السكر وأسامة وزهراء هشام يسألون يونس عن هذا السلايد فأنا قلت له describe this picture قال هذه club foot قلت له شنو deformity ما club foot تقروه بالمحاضرة. deformity هي عبارة عن ankle equinus subtalar varus inversion مال 4 foot مال 5 foot زين. ال شنو الطريقه المتبعه للتريتمنت؟ الطريقه المتبعه هي سيريال كاستنج اللي يسموها البونسيتي ميثود اللي هي خمس كاستات بين كل كاست وكاست اسبوع زين. الكاست يمتد من التوز الى الفوق الابوف ني من التوز الى الابوف ني نسوي جراديوال كوركشن. آخر كاست اللي هو رقم خمسة نحاول نعدل بيه الإكوانس نعدله اللي فوق القدم تجي لي فوق. إذا ما أجت راح نسوي له سوي له elongation of tendon Achilles زين نسوي elongation of Achilles tendon زين. شنو الريسك فاكتور مال هاي الكونديشن؟ الريسك فاكتور هو التوين أوليغوهايدرومانيا السباينا بيفيدا التي دي اتش هاي الشغلات اللي الاسوشيتد أو الريسك فاكتور بهذا الموضوع. طبعا اكو حالات اخرى مثلا السيربرال بالسي الشغلات اخرى يعني تكون التريتمنت مالها اصعب زين. هاي الشغله اكو شغلات اخرى نسيناها ما اتصور يعني هي هاي معظم الشغلات اللي حكينا بيها عن هذا الموضوع زين. زين اذا اسال سؤال يونس شو وقت نعالج هاي الكونديشن؟ شو وقت يعني شو وقت نبدا علاج؟ افتر بيرث. افتر بيرث راسا اول اسبوع بعد ديسكفر ذا كونديشن اي بعد اسبوع راسا نبدي العلاج. اوكي زهراء مفهوم الموضوع زهراء سلمان؟ تمام دكتور واضح.
أوكي واضح. هذا السلايد كلش مهم، ركزوا عليه بالقراية بالمحاضرات، يعني كلش مهم. زين هسه احنا خلصنا النيك فيمر، السبتروكانتريك، الشاف فيمر، السوبراكوندايلر فيمر. هسه نرجع الموضوع الثاني اللي هو نبدي بموضوع التيبيا، تيبيا فراكتشر. زين زين، زهراء سلمان وعمر خالد وخلف مثنى، اسمعوني. زهراء سلمان وعمر خالد وخلف مثنى، انتوا راح تسألون سكر، راح تسألون سكر عن هذا السلايد. اسألوا انتوا، هذا يسموه جروب ديسكشن، باعتبار انتوا لجنة امتحانية وتسألون سكر عن هذا السلايد. نبدي ويا زهراء سلمان، ايش تسألي سكر؟ Can you read this x-ray؟ يلا سكر. تر بلين اكس راي شوينج اوف ذا تر، بس ما مكتوب لا رايت ولا لا. زين خليني اقول لك انه هاي ليفت، بلين اكس راي اوف ذا ليفت نيو جوينت شوينج اوف ذا شوينج اوف ذا بليت اند سكرو ان ذا ابر ثيرد اوف تيبيا باي فيكسيشن باي بليت اند سكرو. يعني mature immature skeleton كيد mature plate and scroll. تمام سكر. نعم دكتور ياك جاوبت. نعم دكتور. زهراء جواب على السلايد، تقدر بس تعيد الجواب على السريع؟ جواب بس ارجع على السريع بس. شو بلين اكس راي شوينج ابر ليفت ني جوينت شوينج ني جوينت شوينج فراكتشر فيكسيشن باي بليت اند سكرو تو ابر ثيرد اوف ذا تيبيا. اوكي زين زين اوكي. خلينا نشوف عمر خالد. عمر خالد شو راح تسال سكر عن هذا السؤال؟ ايش قد صار له فيكسيشن؟ يعني هذا نيو فراكتشر هسه سوينا له فيكسيشن. كومبليكيشن دكتور، يعني ايش احتمال يصير هذا الفيكسيشن؟ سؤال واضح، ايش تساله؟ اساله بالضبط، يعني سؤال واضح. ممكن يصير مضاعفات بهذا الفيكسيشن عند المريض؟ دكتور بالانجليزي عمر، دائما ميديكال تيرم، دائما الاسئله انجلش وورد انجلش لانجويج اوف ذس فيكسيشن. يلا هذا السؤال دكتور. يعني للفيكسيشن لو يعني قبل ما يطب للعمليه قصدك؟ لا هسه احنا نقول complication of this fracture of this fixation fracture. كيفك؟ احنا بدنا نحكي عن هاي الصورة. على هاي الصورة دكتور، فاسكولار انجري صار عندنا، بيبيوت الارتري صار عندنا انجري بي دكتور. هو يعني لو قبل العملية كان قلت لك كومبارتمنت سندروم، يعني نهاية أهم شغلة. يعني سكر، خلي تكون الأمور واضحة، خلي نقول بري أوب وبوست أوب، أشني الكومبليكيشن اثنيناتهم؟ بري أوب دكتور هو الكومبارتمنت سندروم راح يجينا هنا، يعني أول شغلة راح يصير عندنا النير، وراح يصير عندنا فاسكولار انجري، وهاي السبيشال يعني للفراكتشر، بينما للجنرال كومبليكيشن راح يصير عندنا بتسر او غيرها او دي بي تي وهاي المشاكل الاخرى، بينما السبيشال راح يصير لنا فاسكولار انجري بيتال ارتري وانجري اوف بروكسيمال اوف تيبيا
وكومبارتمنت سندروم، بينما البوس اوب البوس اوب راح يكون الانفكشن والانجري فروم ذا بليت اندر ان او بي. ذاتس اول. اوكي زين خلاص شرحت سؤال سكر. How can you treat a patient with a tibial fracture? تيبيا دكتور احنا شينا بليت عن سكروه نعم مسوي له فيكسيشن. خلاص شو راح تسأل سكر؟ دكتور سألته. سألته قل لي. How can you treat patient with tibial fracture? تيبيال فراكتشر يعني خرف. هذا برايك شنو هذا الفراكتشر شو يسموه؟ ديسبليسد فراكتشر بروكسيمال ديسبليسد فراكتشر اوف تيبيا. اي اي بروكسيمال تيبيا فراكتشر شو بي اسم بي اسم شنو اسمها؟ تر بلاتو فراكتشر. اي تيبيال بلاتو فراكتشر. ماخذيه بالمحاضرات لو ماخذيه؟ اي دكتور ماخذين. مو تمام ليش خايفين؟ زين ارجع اسئله مره ثانيه. سكر سكر how can you treat patient with tibial fracture tibial tibial plateau قصدك بس حدد له حتى يعرف tibial plateau. اه tibial plateau. اه اوكي دكتور fixation ترنا fixation سوينا هنا سوينا له هنا بليت اند سكرو وصار عندنا عندنا سيجمنت وثبتناه بالسكرو فذاكر هذا السكرو الاخير صار وحده. ايه خلينا نقول السؤال بصوره عامه تيبيا بلاتو فراكشر شلون نسوي له فيكسيشن؟ حسب يعني الفراكشر اذا كان اذا هو طبعا فيكسيشن هولدنج ريديوسينج وان اكسرسايز رانسيلو شي هولد قلنا ريدوسينج اوف فراكتشر باي فيكسيشن انترنال فيكسيشن اكسترنال فيكسيشن بس هنا لازم نستعمل بلاتو استخدم بس انترنال فيكسيشن. عافيه بس ماكو تشويس مالك اكسترنال فيكسيشن ممكن نستخدمه؟ هو موجود بس الكومبليكيشن مالته اكثر من الانترنال فيكسيشن راح يصير عندنا. لا اكو فد انديكيشن اكو فد انديكيشن مالك اكسترنال فيكسيشن اذا صار شنو اذا كان شنو الفراكتشر؟ فراكتشر نير ذا جوينت. لا فراكتشر انفولفد جوينت ني جوينت ارتيكولار جوينت هذا يستخدم انترنال فيكسيشن. سكر لا تخربط اهدى احنا بصوره عامه يعني فكر شوي شوي بهدوء. اذا عندنا انديكيشن اوف اكسترنال فيكسيشن باي فراكتشر اكو انديكيشن بهذا مثلا اذا كان اذا كان فد شيء خليه اكسترنال فيكسيشن اذا اكو فد شيء مو شنو اذا كان الفراكتشر شلون كان وضعيته؟ اوبن فراكتشر. اوبن اي كومباوند فراكتشر. كومباوند فراكتشر ما تمام نخليله بس بهاي الحاله نخليله اكسترنال بس بهاي الحاله عداها لازم نخليله انترنال لانه هذا انترا ارتيكولار مو تمام؟ تمام دكتور. اوكي عاشت ايدك زين. ايش قد تنطو هسه زهراء ايش قد تنطي سكر؟ دكتور يعني قرأ الإكس راي كامل فيعني نعطي درجة كاملة. قرأ الإكس راي كامل. يعني هو قال هاي تعتبر خلينا نقول anatomical plate قال عنده five screws قال هذا كان تيبل بلاتو ثبت ناب سكروات يعني زين. عمر خالد إيش قد تنطي سكر؟ طبعا حط 8 8.5 ليش ما ليش ما بخلي له 9 مثلا؟ اكو في النقطه لانه بعض الشغلات يعني مثل هالبليت اسم البليت الدقيق هاي الشغلات. ليش انت ايش سالته؟ قلت له تايب اوف فيكسيشن انا الكومبليكيشن كومبليكيشن بمناسبه يعني هسه راح اعلق على النقطه زين. وعندك خلف ايش قد راح تنطي السكر؟ دكتور انطي درجه كامله جاوب على كل السؤال. ها الجواب شوف انا بالنسبه لي سكر يعني انا اعطيك 8 8.5 ليش؟ عندك
مشكلة هسه عندك بالcomplication صراحة. يعني ممكن أعطيك 8.5، لا والله أنت جاوبت قلت compartment. يعني الcomplication مع هذا الفراكتشر هو قال compartment، يمكن أي واحد بيناتكم ما يقول compartment. compartment كلش كلش مهم بهذا الفراكتشر. يعني أنت من قلت لي compartment راح أعطيك full mark زين، وأنت قلت يمكن compartment مو تمام؟ نعم تمام دكتور. قال compartment جاوب. ف الكومبارتمنت يعني عرف هاي كل زين. زين هسه اذا جاوبتني على هذا السؤال راح اعطيك فول مارك، اعطيك 10. هو هيك ترى الاسئله بالامتحان، يعني الطالب ما راح يوصل الفول مارك راسا، راح يوصل 8 7 8. بعدين احنا اذا نعرف طالب شاطر راح نسال سؤال زين، نقول له يابا اذا جاوبت نعلي درجتك، اذا ما جاوبتها ما راح ياثر. هذا المريض عنده انت قلت compartment اوكي، شلون تفحص على مريض عنده compartment؟ ترى اول شيء بي 6 بي هو راح يبدي عندنا البين والبارستيزيا. ايه اول اثنين راح يطلع عندنا، هاي اول بدايه ذني نبرا يطلع عندنا البسلس اخير شيء، والبين والبارستيزيا راح يكون عندنا راح يتحول الى كول بير، يعني الجوينت كالليك كامل. وراح تصير عندنا اخر شيء باسلس، وهو ما نخلي يوصل اصلا باسلس، يعني من صار عندنا اول ثلاثه نصير فشيتهم وانت ما نخلي يوصل هالمرحله. يعني هسه انت قلت لي بين عندها، بعد قلت باراستيزيا وبلوكيديرما، بعد بلر كذا دكتور. اي باراليسز ما قلت باراليسز، لا ما قلت باراليسز، اي قلت باسلس اخر شيء صح. تمام زين، شلون تعالجه؟ فرضا صار عنده بين وباراستيزيا وباراليسز، شلون راح نعالجه هسه دكتور؟ قبل نفتح فشيتومي، نفتح فشيتومي. اي اذا مثلا اقول لك انه هذا كان عنده كاست وعنده هاي السيمتومز، شو راح نسوي قبل ما نفتح فيش؟ بس نفتح الكاست وننتظر مدة أقل الوان أور، إذا صار الليزنج بالسيمتومز نتوقف، يعني هنا نتوقف بالضبط، يعني نفتح الكاست ونتوقف. إذا ما صار السيمتومز بقت لا دكتور، لازم نفتح دكتورنا إن هذا الانكيليبريزر فيش يتومي. أكسنت، هسه أنت رفعت درجتك فوق 9، فالأسئلة هيك راح تكون بالامتحان. يعني أنتوا كلجنة قيمتوا عطيتوا فوق 8، قسم 8.5 قسم 9 زين. فهسه أني بالنسبة لي كآخر سؤال سألته يا رفع درجته وجاوب أوكي، ما عندنا مشكلة زين. هذا يسموه بس لازم تعرفون أكو فت شغلات أغلاط يعني يسموها فيتل. يعني أولا يعني هذا الفراكتشر إذا ما تعرف اسمه يعني إيش راح تجاوب؟ يعني ولا واحد ما قال لي تيبيال بلاتو فراكتشر، هذا تيبيال بلاتو، هذا اسمه تيبيال بلاتو يا جماعة ترى. وللعلم همين عنده فد شيب فراكتشر بالميديال تيبيال بلاتو ميديال، يعني واضحة تشوفوها وتمام وياي يعني تيبي البلاتو ماخذيها كمحاضرة لو ما ماخذيها؟ إيه دكتور ماخذينها مو تمام؟ يعني هاي كلش مهمة تيبي البلاتو، ترجعون تقروها كلش زين. عافية عليك سكر، جاوبت كلش زين. زين هسه نرجع على الفراكتشر اللي بعده زين نستمر بهاي الطريقة مع الديسكشن، أصور هتستفادون منها يعني كلكم. إلكترون نستمر به. مو يعني لا أحس الكل ده يتفاعل بالموضوع. زين عدنان محمد. عدنان ويانا موجود. زين طيبة عبد المحسن. نعم دكتور. أحمد حمزة.
أحمد حمزة. دكتور أحمد حمزة فاصل عند النت. أنا خطيئة. أي والله. أي. محمد وعد الله. نعم دكتور. طيب محمد وعد الله وسارة نهاد. سارة نهاد. نعم دكتور. أنتوا ثلاثتكم لجنة. زين. راح تسألون صابرين موجودة. نعم دكتور موجودة. موجودة صابرين. طيبة وزملائك زميلتك طيبة وزملائك محمد زميلتك سارة راح يسألوك هسك لجنة امتحانية هذا السلايد. شوفوش هذا السلايد. يلا نبدأ بطيبة. شو راح تسألين زهراء؟ Describe this X-ray. يلا. X-ray show the knee joint and shaft of the tibia and fibula. There's a comminute fracture affixed by left leg. So fixed by a plate and screws. The fracture ما قلتي وينه يعني؟ Comminute shaft of tibia. You comminuted fracture. Mm-hmm. Okay. دائما try to use medical terms. Then okay. يعني متشافت mid tibial fracture. Then okay. Fixed by plate and screw. Okay. Okay. زين. زين. هسه محمد وعد الله. شو راح تسأل هلا؟ الصابرين. Complication ممكن تصير. Complication. What are the complications of this fracture? دكتور perioperative compartment syndrome. But during أو يمكن يصير عندهم malunion, non-union. المشاكل ممكن تكون duration تكون long duration. يعني the patient تبقى تبيت فيمكن البيت صار DVT. Pulmonary okay. embolism, fat embolism, stroke. Okay. يعني قسمها early و late. أنت إذا تقوليهم صح بس مخربطين يعني إذا تقسمين إياهم early و late أحسن. قلتي early DVT, pulmonary embolism, infection, bleeding, compartment. Okay. Late. Non-union. على غير تكون non-union. لأن بس بالصورة الأخرى يكون grafting أو شيء. زين. أوكي. هسا زين. سارة شو راح تسأليها؟ شنو رأيك بالفيكسيشن؟ شو تشوفي؟ يعني good or bad؟ Good fixation. Good fixation. يعني زي. برأيك إنه السايت ما سكره good. هو المفروض يكون above and below site of يعني fracture هو هيج فإذا هو good. أوكي. زين. نرجع على طيبة مرت الأخ. عندي شغل سؤال تسألي الحاضرين. دكتور السكرو الموجود هذا بالمد شافت حاطين يعني strong or not ما أعرف هسا بعدين اسألوني هسا تسألون صابرين عندي شغل سؤال الصابرين لا دكتور زين محمد وعد الله عندك سؤال دكتور بس على الهيلينج التايم مال الهيلينج اي خوش سؤال سأل الصابرين سؤال يعني يكون بريسايز سؤال دقيق سأل الصابرين شلون السؤال بالضبط هو دكتور healing time of this fracture ايه يعني خلينا نقول the time of healing of this fracture ايه يعني 4 to 6 week what time you expect 5 to 6 4 to 6 week
4 to 6 week. Okay. 4 to 6 week. زين. محمد مقتنع بهذا الجواب 4 to 6 week؟ لا دكتور يحتاج لأكثر. أكثر. ليش أكثر؟ يعني من عندك لو أكو فتشي تعتمد علينا. لا سؤال على الجاستيلو دكتور. على جاستيلو؟ لا على بيركن. بيركن. Perkins time table. يلا. According to Perkins time table. نعم. صابرين. هذا إيش يعتبر؟ دكتور هذا compound fracture. زين. Perkins time table أشنو؟ صابرين. يعني according to Perkins احنا عندنا upper limb spiral يبدي ما تمام spiral oblique transverse تمام اي اذا spiral كم ويك 3 ويك ما ولا transverse في 2 6 ويك اذا lower limb 12 ويك ما تمام تمام هذا يحتاج 3 مانث زين واذا مثل هذا طايح حظه وكومنيوتي خطيه وماكله يعني هذا زين تشعين يعني هذا مور ذان 3 مانث مور ذان 3 مانث زين ساره بعد عندك سؤال شنو تتوقعين الميكانيزم اوف انجري خوش سؤال يمكن كان اكسيدنت car accident ممتاز يعني خلينا نقول بين قوسين يسموها high energy trauma high energy trauma whatever car accident trauma by heavy object بلوكاي وقعت على رجله fall on the ground from high, fall from height ممكن هي وقعت من الطابق الثاني عدى غيج ما تمام whatever the cause يعني ممكن bullet injury هاي ممكن يعني ها كله ممكن بس سموها high energy fracture لأنه كومنيوتد صح؟ صح أوكي هسا نرجع على التقييمات طيبة إيش قد تنطيها الصابرين؟ 9 بدون مجاملات يعني إيش قد؟ 9.5 9.5 ما أعرف ليش هي يعني توجبك وبعدين ترجع تقولك 8.5 هكذا يعني تقولي 8.5 9 ترفع معنوياته ما يخالف محمد إيش قد تنطيها الصابرين؟ ترام نفس الشيء 8.5 9 ثمانية ونص تسعة يعني تسعة إلا ربع زين سارة إيش قد تنطيها صابرين دكتور سبعة على مود السايت مع السكرة سبعة لا ستة والله يا سارة صيب لجنة امتحانية كلكم تقعون والله كلكم توقعكم بالله سارة سبعة تنطيها شوفي طيبة يعني بدون مجاملات هذا امتحان الكومبليكيشن انت جاوبتي عنه ما عندك مشكله الديسكريبشن مال اكس راي يعني كان ممكن بعد ديتيلز اكثر يعني بالنسبه للكومنيوشن مال فراكتشر الديسبليسد اسمه محمد ليبل ديت وتايم يعني نطيق شويه بعد كانت زين بالنسبه للتايم اوف هيلينج يعني استعجالك بالجواب انت تعرفين الموضوع بس الظاهر او ناسي كان قارئته انت قبل بيركنز تايم تيبل بس هسه نسيته ليش اقول لكم ارجعوا اقروه يعني او بالمحاضره يعني ممكن بكل بساطه تبي يعني انت البيحه سكر ما قلت لي اللور لمب ما قلت لي دكتور اللور لمب نشرح على اللور لمب تمام دكتور يعني ببساطه اقروا اللور لمب رول لور لمب تتذكرون يعني لو قارين محاضرات اللور لمب راح تشوفون انه الهيرنج يحتاج هذا خاصه هذا الفراكتشر هاي تيبي الفراكتشر يصير بي ديلي يونيون معروف ذا 6 مانث 5 مانث 6 مانث زين وهاي بروبابيلتي اوف نون يونيون ودائما استخدم ممكن بون جرافت على مود يصير هيلنج زين فانا يعني بالنسبه لي راح اساعدك اذا عرفتي الشيء اللي صار هوني هسه ايش صار هذا المريض بعد 3 شهور حس انه الوجع يعني قل وانه صار طاق يمشي الدكتور قال له partial weight bearing partial weight bearing بالعكازات لا تدوس عليها قوي هو قال صوته مليح طلع
مشي تقريبا 400-500 متر وبعدين سمع طقه بوجهه وقع بالارض. ريفراكتشر. ها ايش يسموها هذه الريفراكتشر؟ ايش يسموها؟ ايش صار عندنا؟ ايش صار دكتور؟ امبلانت فيلر. عفية عليك يا زلت أخذين فوق التسعة. implant failure. التشعيل البليتة شلون كنت انكسرت؟ نعم دكتور. البليتة انكسرت ما تحملت الويت، ما كان صار healing مضبوط بعد واستعجل بالمشي فصار implant failure. اشني الكوزز other causes من implant failure؟ عدل early mobilization يعني excessive load early mobilization. دكتور infection. infection very good infection ممكن أمانة أدر زين عشتك خوش جواب رفعتي درجتك بهاي الطريقة. طبعا هذا other example مال femoral fracture معانو tibial plateau fracture. هتشوفون يعني استخدمنا فوق للfemoral ايش استخدمنا؟ نيل ما تمام؟ نيل وها والتيبي بلاتو استخدمنا بليت أنت؟ بليت وسكرو. إيه زين شوفكم شوفكم الكسر هذا اللي كان وينو هذا الكسر وينو دقيقة بس TBL lower TBL fracture. زين. هسه. هسه عبد الله شكيب. عبد الله شكيب. عبد الله موجود؟ عبد الله شكيب. ما لا دكتور مو موجود. زين يونس. نعم دكتور موجود. يونس موجود. سكر. نعم دكتور موجود. سكر. صابرين موجودة؟ نعم دكتور موجودة. زين هسا يونس سكر وصابرين راح تسألون سارة. نعم دكتور. والله يا سارة جاكي تسرى. يلا يونس وسكر وصابرين أوكي موجودين كلتكم راح تسألون سارة. سألوها نبدي بأول واحد يونس. أش راح تسأل سارة؟ X-ray label of the tibia and fibula and the ankle joint show fracture, spiral fracture of the tibia displaced and spiral fracture of the fibula also displaced. And the soft tissue swelling. أها أوكي زين أكسلنت زين جاوبتك مو تمام يونس؟ تمام دكتور. أوكي يلا سكر. سكر إيش راح تسأل دكتور؟ سارة. الميكانيزم الميكانيزم of fracture. ميكانيزم of fracture maybe twisting force or indirect injury low injury or direct injury high energy injury. يعني انت ذكرتيهم كلهم هسه طينا فد وحده بس على وحده. twisting force. twisting ليش twisting قلتي دكتور؟ يعني spiral fracture. spiral twisting انا يعني ما كثير يعني ما كثير اوشعوا spiral يعني اوشعوا قبل السبايرال ايش نسمينه اقل من السبايرال شويه اوبليك 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 ها
إيه يعني هو يعني هسه هذا أوبليك أوكي بس هذول سبايرال كراك أكو يعني كراك هكذا جوا نزل بس هذا دكتور indirect injury آه. إذا spiral fracture أشنو الميكانيزم twisting مضبوط إذا أوبليك أوبليك لو energy indirect لا إذا أوبليك direct direct to high energy إيه high energy to high energy إذا spiral twisting injury إذا أوبليك لا يختلف high energy أوكي زين أوكي هسا إحنا أقل لك سكر جاوبتك أوكي نعم زين صابرين إيش راح تسألي هالسارة صابرين ويانا صابرين ما كانت ويانا قبل شوية صابرين ما موجودة نشوف أسامة داري دكتور موجودة موجودة يلا صابرين أي نعم شو راح تسألين سارة على هذا على هذه الساعة سارة إذا كان open وإجاش ورا ساعتين open fracture يعني وإجاش ورا ساعتين شو تسوين تتوتو يعني management إذا كان open fracture management وafter two hour ما يعني ما immediately أول شيء وش للويند debridement antibiotic anti tetanus نسوي debridement عميق ونعمل cover ندز بعدين لا نعمل examination neurovascular وندز ندز x-ray نشوف ال الفراكشرات وأخلي بالي إنه التريتمنت external fixation اوكي صابرين ساتسفايد لهذا الجواب لو عندك فد شيء تسالي دكتور شان نتفاصل ما سمعت شنو قالت ننطي انتي تيتانوس انتي بايوتيك ونعمل ووش ديبرايدمنت وننطي انالجيسيا ونسوي له شنو ايش قلتي نسوي له فيكسيشن دكتور اخلي بالي انه تريتمنت اكسترنال فيكسيشن لأنه عندك في السؤال صابرين بعد لا زين أوكي يلا يونس بعد أسأل ترى ما عندي سؤال ما عندك خلصوا الأسئلة خلصت المحاضرة شنو سكر أسأل سؤال دكتور time of healing time of healing good دكتور حسب بيركنز هو lower 8 to 12 week 8 to 12 week بس أنا برأي 12 week وما راح تكفي الهيلينج أوف تي يعني في بيولا نعم يعني 12 week and more أوكي زين بعد صابرين شو راح تسأليها سارة؟ النت. فصل مرت الخطا يعني زين. أنا راح أسأل هسا أنا راح أسأل سارة. سارة هذا الفراكتشر مثل ما قلنا أوبليك وهذا. زين هذا قلنا إكسترنال زين. إذا يعني كومباوند فراكتشر ليش نعتمد بالكلاسيفيكيشن مال كومباوند فراكتشر؟ كاستلو كلاسيفيكيشن. تقدرين تذكرين لنا شنو الكاستلو كلاسيفيكيشن؟ تايب 1 إذا كان less than 1 مليمتر كلش صغير 1 مليمتر يعني 1 سنتيمتر قصدي 1 سنتيمتر اي دكتور تايب 2 إذا كان more than 1 سنتيمتر soft tissue damage بعد يعني 1 تايب 2 تايب بعد و type 3 إذا كان عندنا vascular injury و soft tissue damage أوكي يعني إذا أقول لك إنه هو type 3 ثلاث أقسام أي B و C أي دكتور ده. شنو هي تذكريهم لو نعبر غير سؤال أي زين
زين اوكي. سكر تقدر تقول ناشونال كلاسيفيكيشن جاستيلو كلاسيفيكيشن؟ تمام دكتور. دكتور تايب A عندنا less than 1 سنتيمتر، تايب 2 more than 2 سنتيمتر 1 سنتيمتر but not injury under يعني skin or soft tissue. والتايب 3 يكون 3 A B C A يكون injury of the soft tissue but no injury of the and the neurological vascular neurovascular injury. Type 3 type 2 يصير عندنا neurovascular injury بس نقدر cover by skin. C not can't cover by skin but only the graft. Only graft. شوية انتوا تعرفوه بس شوية مخربط. يعني اول type 1 هو 1 سنتيم، type 2 1 to 10 سنتيم وطبعا معاه soft tissue injury، وتايب 3 هو A و B و C، والA هو ما بي neurovascular injury the wound can be closed without tension. Type 2 can be closed without but cannot be closed without graft to flap. Type 3 هو associated with vascular injury يعني vascular repair. اوكي جاءوا اخروها مضبوط، هذا احفظوه قستلو كلش مهم. زين هسا احنا خلينا نقول صابرين ما رجعت، رجعت صابرين قالت هذا compound fracture فقلنا نسوي له external fixation. زين إذا هذا closed fracture شو راح نسوي له يونس؟ صار هذا closed fracture هو يعني internal fixation. أي أوكي أكيد internal fixation by what دكتور؟ intermedullary nail بس بليت اون سكرو يعني العضوين هم ترهم. اي يعني قول لي انت بليت اون سكرو. بليت اون سكرو مضبوط. زين بليت اون سكرو اوكي هسه ثبتنا بليت اون سكرو. هذا other example، هذا associated with lower fibula fracture but the same site. As a hi, can you comment on this X-ray, Yunus? AP view to the right leg. Marco label malasib. It's show the. Abad abad Marco label. Abad Marco label. Marco label the listen. Eh. This موجود the label وال AP view right. Right. Afia. Zen. To show the fracture in the lower tibia and fibula, and the tibia it's fixed by plate and screw. Okay. Plate and. Anatomical plate and screw. Many screws. Huh? كم سكرو؟ واي مو؟ زين. Okay. The AP and lateral mat. هذا ال skin. متى؟ زين هاي شال الخيوط، هاي صار هيلينج مكانه. اوكي هاي بعد هاي صور هاي الأشعة بعد يعني 3 مانث من الفيكسيشن، الى حد الان بعد ما صار يونيون كامل. زين اوكي زين الفيبولا عادة، شوف هسه هاي الصورة اللي شوفتك ياها، الفيبولا إذا تكون in place و not displaced يعني it will heal by cast، but إذا كانت displaced تحتاج fixation. زين برأيك شو نسوي fixation by what؟ أهم plate and screw. plate and screw بس شيء أبسط نقدر نخليها فد كي واير فد فد كي واير كي واير ثبتها للفيبيولا. زين بس عادة إذا تكون in place ما أكو مشكلة. أكو indication مع fixation مع الفيبيولا إذا كانت lower third يعني قريبة على ankle joint، وإذا كانت severely displaced تحتاج fixation. زين أكو فد شيء. زين
هسه وصلنا لموضوع آخر. وصلنا لموضوع آخر. أسامة موجود؟ أسامة؟ أسامة عبد الستار؟ سهراء سلمان؟ زهراء سلمان؟ أكو حد بالجروب شنو طلعوا؟ دكتور زهراء فصل يا مهندس. فصل مرت اللخ أي عمر خالد؟ موجود دكتور. وزهراء هشام؟ نعم دكتور. وعدنان محمد؟ نعم. راح تسألون خلف زين؟ راح تسألوه عن هاي الأشعة. يلا نبدي ويا عمر، شو راح تسأله؟ Describe this X-ray. زين. X-ray not labeled show lower fibula and lateral malleolus fixation by plate and sacrum. اوكي بعد ديتيلز شويه اكثر. Lateral malleolus fixed by plate and sacrum. زين. Medial. دكتور medial malleolus كذلك. Fixed by what? Plate and sacrum. Lateral sacrum والmedial plate and sacrum. لا 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 بالعكس. بالعكس. ما تمام؟ Lateral plate and sacrum والmedial sacrum صح؟ صحيح دكتور. ما تمام هسه هذا اللاترال غير اللاترال فيبيولا هذا الفيبيولا الفيبيولا فيكس باي بليت هاي فيكس باي بليت اند سكرو الميديال فيكس باي سكرو ما تمام دكتور. نعم دكتور زين شو يسموه هذا الفراكتشر ماليولاس فراكتشر ايه شو يسموه شو يسموه انكل فراكتشر شو يسموه ماخذين انكل فراكتشر سكر ماخذين انكل نعم دكتور ماخذينه ايه شنو شو يسموه ما يسموه بوتس بوتس فراكتشر هذا بوتس فراكتشر نعم دكتور مو تمام بوتس فراكتشر لا تنسون اكو شغلات مهمه تي بي ال بلاتو مهم بوتس فراكتشر مهم بوتس فراكتشر ميديا ولاترال زين مالولر فراكتشر زين يلا زهراء هشام ايش راح تسالين خلف على هذا السؤال على هاي الاكس راي على هاي الفراكتشر دكتور الكومبليكيشن اكسبكتد اوكر ان ذس فراكتشر ايوه وش السؤال نيوروفاسكولار انجري ونون هيلينج الايرلي كومبليكيشن نيوروفاسكولار انجري انفيكشن اوكي وال late complication malunion non-union okay بعد osteoarthritis مال ankle joint osteoarthritis stiffness تمام stiffness وال early complication نسيت أهم شيء هو عندنا wound complication يصير عندهم دائما نخاف من هذول يصير عندهم كثير excessive swelling وبلسترز wound complication infection يصير عندهم كلش مهم زين اوكي عندنا عدنان محمد what's the name of the classification of this fracture حلو هذا خوش سؤال دكتور ما اتذكرها والله ما يذكر يعني منو يقدر يجاوب دينيس ويبر كلاسيفيكيشن دينيس ويبر كلاسيفيكيشن دينيس ويبر كلاسيفيكيشن شنو هو الدينيس ويبر كلاسيفيكيشن دكتور هو تايب اي تايب اي يصير فيبولا فراكتشر بلو سيندوزوموس سيندوسموسيس سيندوسموسيس and the oblique fracture of malleus. Type B يكون fibular fracture at the syndesmosis. Okay. و type 3 يصير fibular fracture above
عن tibial ligament. مضبوط مضبوط مضبوط. أوكي زين. هسا كلكم سألتم زميلكم خلف يعني عمر وزهراء وعدنان يعني شلون ايش قد تنطوا؟ عمر ايش قد تنطي؟ دكتور يعني 9 تقريبا 9 تنطي 9. زهراء ايش قد تنطي؟ دكتور 8 8. وعدنان ايش قد تنطي؟ سؤالي ف 7.5 8 طبعا ما هو ما يعني صراحة ما جاوبك يعني جو يعني يعني أنت يعني أنت من تقولك أكو أسئلة جوابها ما بي مجال يعني كلمة واحدة يا هي يا تقول يا ما تقول يعني مثلا من تقول شنو الكلاسيفيكيشن حتى لو أنت قلت له بعد يعني أصعب قلت له شنو النيم أوف كلاسيفيكيشن ما قلت له شنو النيم إيه من تقول شنو النيم ما الكلاسيفيكيشن صراحة إذا ما يقول النيم يعني صفر هذا يأخذ على السؤال يعني ما بي مجال لا ما جاوبه. أنا جاوبت بدال دكتور. إيه أنت جاوبت إيه قصدي إذا نحكي على خلاص السبب إحنا. إيه فده نحكي ف أنت من تقول النيم ما يعرف زين فهيك أسئلة حتى إحنا بالامتحان يعني صراحة من نقول النيم ما السؤال يعني هذا من نريد نرفع مثلاً درجة الطالب مثلاً أول سؤال راح أبدي أقول شنو الكلاسيفيكيشن مال هذا الفراكتشر. فإذا بدأ عرف يجوز يعرف الكلاسيفيكيشن راح يأخذ نص درجة. إذا سؤال إذا عرف هذا الكلاسيفيكيشن أرجع على السؤال اللي بعده أقول راح علي درجتك إذا جاوب هذا السؤال مثلا شو النيم الكلاسيفيكيشن إذا جاوبه راح يأخذ فول مارك. هسه عرفتوا يعني هيك يعني هيك طريقة الامتحان يعني بالضبط يعني ما نسأل أسئلة بحيث نحرشكم بيها يعني تكون كلش بريسايز لا نسأل أسئلة شوية عامة وبعدين نرجع شوية شوية وياكم نصعد زين نعطي سؤال آخر يعني حتى يعني ممكن بالضبط. فهسه أنا مثلا أعرف خلف زين وشاطر وفعلا يعني زين وشاطر مثلا أقلب هيجي عندي بالأشعات بالسلايدات راح أشوف صورة ثانية راح أشوف صورة ثانية راح أقول له هسه مثلا مو هذا الفراكتشر مثلا ايش راح نقول لك عن ايش اي تقريبا ال اكو فد صورة مو هنا هسه راح أجيكم على مثلا راح أشوف غير صورة مثلا راح أقول له مثلاً can you describe مثلاً this X-ray H؟ نعم دكتور. يلا. X-ray of ankle of the knee of the right knee show hip replacement. إيه؟ show شو يسموه partial complete هذا complete knee replacement knee replacement مو هب انت قلت لي هب عفوا دكتور غلطت اول مرة مو تمام ايه هسه هذا knee replacement knee replacement شو تضمن يعني يعني تو شو تضمن component مالت replacement replacement of what دكتور ما اتذكر ما اخذين يعني احنا شن نسوي بالني ريبليسمنت يعني هسه خلي اشوفك البري اوب لحظه خلي اشوفك البري اوب هاي بري اوب ها يلا كان يو ديسكرايب كان يو ديسكرايب ذس اكس راي هاي الاكس راي اكس راي اوف ذا رايت جوينت destructive knee space. أعتقد أوستيو أرثرايتس.
خلينا نقول جحر لا تدخل destruction هكذا كلمات كثيرة كبيرة. خلينا نقول أكو عندك loss of joint space medially okay and contact نعم. between the medial femoral condyle and T-medial tibial plateau. This mean osteoarthritis of the knee joint. Okay. التريتمنت ماله هو operation. شنو الoperation؟ total knee replacement. احنا الجوب مالنا نقص distal femur هذا sclerotic part ونقص proximal tibia هذا sclerotic part ونعوض مكانه اللي قصيناه. ايش قد قصينا مثلا 9 مليم نعوض مكانه implant 9 مليم الثيكنس مالته ونفس السايز مال الفيمر والتيبيا نفس الشيء ونخلي بيناتهم سبيسر اللي هي تعوضك عن الجوينت سبيس. هسه اشوفك اللي سويناه قصينا الديستال فيمر وخلينا الفيمر الكومبوننت وقصينا الديستال تيبيا البروكسيمال تيبيا وخلينا التيبيا الكومبوننت